بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم يقولون إن أول ما يؤمر به الغلام إذا ميز، أو يقولون إن الإنسان، يقولون إن الإنسان ينبغي له أن يشك أولا، يشك تعالى الله، يشك في الله عز وجل، ثم يستدل على الله جل وعلا بالأدلة العقلية، يستدل على الله جل وعلا بالأدلة العقلية حتى يثبت له ذلك. وهذا كلام باطل، لأن كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة ما هي؟ هي دين الإسلام، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الذي أخبر الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا أو ينصرانه، يجعلانه نصرانيا يعني يصرفونه عن العقيدة الصحيحة بالتربية، تربية الآباء، أو يمجسانه، يجعلانه مجوسيا. فلو تركت الفطرة مع أدلة الشرع لاستمر الشاب على العقيدة الصحيحة، ولكن أبواه يهودانه ويفسدان فطرته، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، ويصرفانه عن فطرته. فهذا الحديث واضح أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يستدل على الله ثم يشك يستدل كما يقولون. هو يعترف بالله بفطرته، فطرته التي فطره الله عليها، إلا إن غيرت، إن غيرت فهذا لابد من علاجه، لكن لو ترك لقبل الإسلام على طول، لأنه دين الفطرة يوافق الفطر. وإنما يؤمر الصبي أول ما يؤمر بالصلاة، كيف يؤمر بالصلاة وهو عندهم لا يعرف ربه كما يزعمون؟ لولا أنه يعرف ربه لما أمر بالصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. فهذا دليل أهل السنة والجماعة على علماء الكلام الذين يقولون هذه المقالة السيئة. نعم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. يؤمر إيه؟ متفقون على أن أول ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر
بتجديد ذلك عقيب بلوغه. نعم، لأنه هذا في فطرته، هو معترف به في فطرته، فإنما يذكر بهذا من باب التذكير. نعم. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. إذا ميز، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولم يقل مروهم بالشهادتين، بل قال مروهم بالصلاة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. نعم، بل يؤمر بالصلاة ولا يقال له انطق بالشهادتين، لأنه فطرته تدل على ربه وعلى وحدانيته وعلى. نعم. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، لابد من الإقرار بالشهادتين، فكيف لا يؤمر الصبي؟ قال: لأنه في فطرته مقر بالشهادتين، إنما يؤمر بالصلاة إذا ميز. نعم. ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. أي نعم، وجوب النطق بالشهادتين قبل أمره بالطهارة، لكن هو معترف بالشهادتين ضمنا بفطرته، فلذلك أول ما يؤمر به الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ يصير مسلما إذا صلى وهو لم يتكلم أبدا ولكنه صلى، فإنه يكون بصلاته مسلما، لأنه سينطق بالشهادتين في صلاته، التشهد الأول والتشهد الأخير. نعم. والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام. أي نعم، التوحيد هو أول ما يدخل به في الإسلام، ولذلك يؤمر الكافر إذا أراد أن يسلم يؤمر بالنطق بالشهادتين. أما الصبي إذا ميز فلا يؤمر بالشهادتين، لأنه مفطور على ذلك، إنما يؤمر بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. آخر ما يخرج به من الدنيا عند الاحتضار أن يقول لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن كان آخر كلام، ولذلك يلقن المحتضر، يلقن النطق بالشهادتين. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فهو أول واجب وآخر واجب. توحيد أول واجب من حين التمييز، وآخر واجب عند الوفاة، يدخل به في الدنيا ويخرج به من الدنيا. نعم. فالتوحيد أول الأمر وآخره. نعم. أعني توحيد الإلهية. نعم، توحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية حتى الكفار معترفون به، إنما الذي يؤمر به توحيد الألوهية، عبادة الله، قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي يؤمر به المميز، ويؤمر به عند الاحتضار. نعم. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني
توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. كما ذكر العلماء أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والإماتة غير ذلك، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة بأفعال العباد التي يفعلونها تقربا إلى الله مما أمر الله به سبحانه. توحيد الأسماء والصفات يعني يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفو عن الله ما نفاه عن نفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نزه نفسه عن المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. نعم. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. نفاة الصفات أدخلوا، يقولون إثبات الصفات شرك، يقتضي الشرك، السميع البصير الخالق الرازق هذا يقتضي الشرك بالله، يقوله أهل الضلال. ولما سمع المشركون في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته يا الله يا رحمن، قالوا هذا يزعم أنه يدعو إلى التوحيد وهو يعبد ربين الله والرحمن. قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم، فأسماء الله لا تدل على أن هناك إلها غير الله كما يقولون، الأسماء تابعة للمسمى، صفات مشتقة من الأسماء. نعم. فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. أي نعم، يقولون من أثبت الصفات هذا الشرك، لأنه يدعو مع الله آلهة أخرى، مثل ما قال المشركون في مكة لما الرسول يقول يا الله يا رحمن، قالوا هذا يزعم أنه يدعو إلى التوحيد وهو يدعو إلهين الله والرحمن. نعم، الأسماء لا تقتضي، الأسماء ليست غير المسمى، هذه قاعدة، الأسماء ليست هي غير المسمى، هي غير المسمى في الذهن، وأما في الخارج فالأسماء هي المسمى. نعم. كالجهم بن صفوان ومن وافقه. الجهم بن صفوان اللي يقولون إنه الترمذي، الجهم بن صفوان الترمذي، وبعضهم يقول لا ما هو بترمذي، ما هو من ترمذ، السمرقندي، الله أعلم، لكن الجهم بن صفوان هو إمام الجهمية وأخذ عقيدته عن لبيد بن الأعصم اليهودي، ولبيد بن الأعصم أخذها عن طالوت اليهودي، فعقيدة الجهمية منحدرة من اليهود، عقيدتهم منحدرة من اليهود، وهم أشد الفرق الضلال، وكفرهم كثير من العلماء. نعم. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، تعدد الإله، تعدد الآلهة، هذه مقالة المشركين لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، هذه مقالتهم بالضبط، كل قوم لهم وارث. نعم. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول تعدد الواجب يعني تعدد الأرباب. نعم. وهذا القول يعني واجب الوجود عندهم. نعم. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. نعم.
فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. ما هنا موجود إلا وله صفات قلت أو كثرت، ما هنا موجود إلا وله صفات، أقلها صفة الوجود، أقلها صفة الوجود، فما من موجود إلا وله صفات. والله أولى بذلك أن يكون له صفات كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. هم يقولون التوحيد، الجهمية يقولون التوحيد هو الإقرار بالرب سبحانه وتعالى مجردا من الصفات. نعم. فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا غاية التعطيل. تعطيل، نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. نعم، أفضى بمن قال به، وهو تجريد الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، أفضى بهم إلى الحلول. والحلول هو أنهم ادعوا أن الله حال في المخلوقات، حال في المخلوقات، ومذهب الحلولية كفر وإلحاد. الله جل وعلا فوق سماواته بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه سبحانه وتعالى، بائن يعني منفصل. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح. الحلول عرفنا أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون، حتى في الحشوش والمزابل أن الله حال فيها، وهذا أعظم الكفر والإلحاد كما يدل عليه ذلك. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول. عرفنا الحلول، الحلول أنهم يقولون الله حال في كل شيء، المخلوقين في الأشجار والأحجار، في كل شيء الله حال فيه، تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر. نعم. أو الاتحاد، أو الاتحاد كمذهب ابن عربي الذي يقول التوحيد هو أن لا تعترف إن في الوجود غير الله، كل شيء هو الله، تعالى الله عما يقول، كل شيء هو الله، هذا من مذهب الاتحاد. نعم. وإذا اعتقدت أن هناك خالقا ومخلوقا فهذا شرك عندهم. نعم. وهو أقبح من كفر النصارى. نعم، النصارى ما يقولون هذه المقالة التي قالها الجهم بن صفوان. نعم. فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء نعم عموا جميع المخلوقات. نعم، النصارى عندهم حلول لكنهم خصوه بالمسيح، قلنا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم خصوه بالمسيح إنه حال في المسيح. أما هؤلاء فزادوا على النصارى بأن جعلوه حال في كل شيء، تعالى الله عن ذلك. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. إذا كان الإيمان مجرد المعرفة، ولو لم يعمل، ولو لم كما يقولون، التوحيد عند الجهمية مجرد المعرفة، إذا عرف الله فهو موحد. إذن يقال إن فرعون موحد لأنه يعرف الله، فرعون يعرف الله في قرارة نفسه، وإنما ادعى الألوهية من باب الترويج على الناس، وله يعلم أن الله هو الرب وهو المعبود وهو المستحق للعبادة، لكن كابر في هذا وقال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما أحد يقول أنا الله أبدا، ما أحد يقول أنا الله، إنما يقول أنا ربكم. نعم. ومن فروعه أن عباد الأصنام
على الحق والصواب؟ نعم، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، عباد الأصنام يعترفون بتوحيد الربوبية. نعم. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. نعم، وحدة الوجود يلزم عليها هذه اللوازم الخبيثة. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا كان التوحيد كما يقولون، وأن الله جل وعلا بزعمهم حال في كل شيء، فالأنبياء غروا الناس، لأنهم دعوا إلى توحيد الله وأن الله جل وعلا له أسماء وصفات، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فالوجود هو رب وعباد وغير ذلك. نعم. فالوجود متقسم، ليس شيئا واحدا. نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء. هذا توحيد الربوبية، أن الله خالق كل شيء، أنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. نعم. وهذا معترف به حتى فرعون وأئمة الكفرة، يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. نعم. إنما الخلاف بينهم وبين الأنبياء في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، هذا الذي وقع فيه الخلاف. ولهذا كل نبي ما يقول يا قومي اعترفوا بالله اعترفوا بالرب، كل نبي أول ما يقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعون إلى توحيد الألوهية ولا يدعون إلى توحيد الربوبية، لأنه موجود عندهم. نعم. كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. نعم. وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. ما يمكن أن يكون ربان كلاهما له خلق وله تدبير، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. لو فيها أرباب تنازعوا تقاتلوا، كل يبي ينفرد بالملك، وهذا ما يسمى بدليل التمانع، هذا لا يمكن أبدا أن يكون الخالق إلا واحدا، لا يكون الرب إلا واحدا. نعم. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، توحيد الربوبية حق لا ريب فيه، لكن ما يكفي. نعم. وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائف. نعم، يقولون يكفي توحيد الربوبية، هو الغاية عندهم، يكفي توحيد الربوبية، هذا الغاية عندهم، إذا أقر بالرب فهو مسلم وموحد، ولو لم يعبد الله ولو لم. نعم. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم أبدا. التوحيد الربوبية كل الخلق مقرون به، كفار والمشركون، ومن لم يقر به ظاهرا فهو معترف به باطنا. نعم. بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. نعم، العقول مفطورة على الإقرار بالله سبحانه، على الإقرار بالرب، على توحيد الربوبية مفطورة على هذا، لا يمكن أن يكون هذا الخلق من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. نعم.
كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. نعم، لما دعتهم الرسل إلى إفراد الله بالعبادة فإنهم تلكأوا في هذا، فقالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا شك فيه سبحانه وتعالى، كل مقر به، لكن الخلاف إنما هو في توحيد العبادة ولا الربوبية، مسلم هذا. نعم، لكنه لا يكفي، توحيد الربوبية لا يكفي. نعم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. نعم، ما لكم من إله غيري، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، تظاهر بالإنكار وهو معترف في الباطن أنه ليس برب، وأن الرب هو الله، والله هو المستحق للعبادة. قال له موسى عليه السلام: لقد علمت، يقول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن. نعم. كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى له: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، وهذا قسم، لقد اللام لام قسم، فموسى أقسم وحلف أن فرعون يعلم بقرارة نفسه إنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض. نعم. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها بآيات الله واستيقنتها أنفسهم، أنفسهم مستيقنة بها أنها من الله، لكن الذي حملهم على هذا الظلم والعلو، ظلما وعلوا. نعم. ولهذا قال: وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال فرعون: وما رب العالمين، تجاهل، يعني ما أحد ينكر رب العالمين، ما أحد ينكر رب العالمين، إن أنكره بلسانه فهو معترف به في فطرته وقرارة نفسه، يكون مكابرا. نعم. قال له موسى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون. استنكر، ألا تستمعون قول موسى. نعم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني موسى عليه السلام. نعم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، هذا كلام باطل. نعم. وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. نعم. كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له. نعم. طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لمن حوله، يقول فرعون لمن حوله: ألا تستمعون لهذا الرجل رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني
يستنكر هذا. قال رب السماوات والأرض ومن بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني موسى عليه السلام. من هو المجنون؟ المجنون الذي أنكر ربه عز وجل. نعم. بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مخلوقاته تدل عليه، مخلوقاته تدل عليه. هذا الخلق ما أوجد نفسه، وإنما أوجده خالق. من هو الخالق؟ الله جل وعلا. ما حد ادعى أنه خلق، ولا شعرة ادعى أنه خلقها. لا، ليس هناك مخلوق ادعى أنه خلق ولا شعرة أبدا. الخالق هو الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ما في شك معرفة الله مستقرة في فطر العقلاء، أما المجانين فلا عبرة بهم. نعم. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. ما أحد قال إن العالم له صانعان خالقان أبدا. ما أحد قال هذا، إنما الثانوية من المجوس يقولون بخالقين، النور والظلمة. النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر بزعمهم. نعم. فإن الثانوية من المجوس. نعم. والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود. ولهذا يقولون النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فهم غير متكافئين. نعم. هل الشر والخير يستويان؟ نعم. وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. نعم. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. نعم. يقولون الله ثالث ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، اللي هما ثالث ثلاثة، اللي هم عيسى عليه السلام وأمه وروح القدس. نعم. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، ثم يقولون واحد ثالث ثلاثة ثم يقولون واحد، كيف الثلاثة يصيرون واحد وكيف الواحد يصير ثلاثة؟ ما يتصور هذا أبدا. نعم. وقولهم في الحلول أفسد منه، الحلول بأنه حال في الخلق، حال في الخلق. نعم. ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول. نعم. ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. النصارى يعني، كيف الثلاثة يصير واحد والواحد يصير ثلاثة؟ فيه نصراني يقول أنا تحيرت من هذا القول، كيف الثلاثة يصير واحد والواحد يصير ثلاثة؟ فلما سمعت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، استنارت بصيرته فأسلم، لأنه استراح من التعب والتصور الذي لا يمكن. نعم. متعب النفس يبي يتصور الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، فلما سمع هذه السورة خلاص استراح من هذه الكلفة. نعم.
والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص. نعم، كله خرط فاضي. نعم. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. نعم. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل توحيد الألوهية، ما دعت إلى توحيد الربوبية لأنه موجود عند الناس، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. نعم، يعني ما العلاقة بين توحيد الربوبية توحيد الألوهية؟ العلاقة أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. نعم. وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. نعم. ومثل هذا كثير في القرآن. نعم. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء هذه الأسماء السبعة رجال صالحون من قوم نوح، صالحون من قوم نوح، فلما ماتوا جميعا بكى عليهم قومهم وفقدوهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورهم واجعلوها على مجالسكم، اجعلوا صورهم على مجالسكم من أجل إذا رأيتموها تتذكرون العبادة، تتذكرون عبادتهم.
ففعلوا هذا ولم تعبد في وقت العلماء. فلما مات العلماء جاءهم الشيطان، جاء العوام وقال لهم ترى آباؤكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فصدقوا الشيطان فعبدوها. من ذلك الوقت حدث الشرك في العالم. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ادعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، عارضوه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تطيعوا نوحا عليه السلام. نعم. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. نعم، هذه الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق صارت عند العرب، ورثوها عن قوم نوح، ورثوها عن قوم نوح، كل قبيلة عندها واحد يعبدونه. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي أسدي عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. نعم، أبو الهياج الأسدي من التابعين، أوصاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له لا تدع تمثالا إلا طمسته، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مرتفعا إلا سويته. فنفذ هذا الوصي ما أوصاه به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأجل وصار يعاني من سكرات الموت قال وهو عليه الصلاة والسلام يعاني من سكرات الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا آخر وصية ما أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، النهي عن عبادة القبور. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا خشية اتخذ قبره مسجدا مثل قبور الأنبياء السابقين لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم ودفن مع أصحابه في البقيع، ولكن لما خشي من هذا المحذور أمر بدفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدفن فيها تحت فراشه الذي مات عليه، تحت فراشه اللي مات عليه حفر قبره ودفن فيه. نعم. ولولا، قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا، ولكن خشي الرسول أن يتخذ مسجدا، ويقرأ خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشيه أصحابه. نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة،
وذكر له من حسنها وتصاوير فيها فقال: نعم، لما هاجر المسلمون إلى الحبشة عند النجاشي لما ضايقهم المشركون في مكة، النجاشي نصراني ولكنه لا يظلم أحد عنده، فهاجروا إليه فحماهم ولم يصل إليهم أذى، حتى أرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا، وأرسلوا رجلين يطلبان من النجاشي إرجاع هؤلاء الأشخاص الذين هاجروا إليه، فأبى أن يسلمهم لمناديب قريش، وبقوا عند النجاشي وقرأوا عليه القرآن. لما سمع القرآن قال: هذا مثل الذي ينزل على موسى، هذا مثل الذي ينزل على موسى، فأسلم رضي الله عنه ورحمه، أسلم ومات مسلما، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الغائب لما مات. نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، فالذين هاجروا إلى أرض الحبشة ذكروا للرسول ما شاهدوه في الكنائس عند الحبشة من التزيين والنقوش والأصباغ وغير ذلك، فأعجبتهم هذه الكنائس، ذكروها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. نعم. وذكر له من حسنها وتصاوير فيها فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني بخمس، يعني قيل خمس ليالي قبل يموت وقيل خمس سنين، الله أعلم. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. مساجد يعني تصلون عندها ولو لم يبنى مسجد، الصلاة عندها يجعلها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالذي يصلى فيه يسمى مسجدا. نعم، ولو لم يبنى. نعم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. هذه الكواكب كانوا يعبدونها في أرض بابل من العراق، يعبدون الكواكب ويصورون صورها، وكان إبراهيم عليه السلام في هذه الأرض ناظرهم المناظرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم هاجر من أرض بابل إلى أرض الشام، هاجر إلى أرض بابل إلى أرض الشام، لما أوقدوا النار العظيمة وقذفوه فيها قال الله جل وعلا لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بعدما ألقوه في النار ونجاه الله منها هاجر إلى أرض الشام، قال إني مهاجر إلى ربي. نعم. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. نعم. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. نعم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع
وأنه ليس للعالم صانعان. يقينا بالخالق، يعني الصانع هو الخالق، يعبر عنه بالصانع. نعم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، مشركوا العرب ما عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار، يعلمون أن ما تخلق ولا ترزق، ولا عبدوا الملائكة والصالحين إلا لأجل أن يقربوهم إلى الله زلفى، يشفعون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا، يقولون إننا نعرف أنهم مخلوقون وأنهم لا يقدرون على شيء، لكنهم صالحون ولهم جاه عند الله، نريد منهم الشفاعة، يشفعون لنا عند الله بزعمهم. نعم، وهذا ما يقوله عباد القبور الآن، يقولون نريد منهم الشفاعة، يشفعون لنا إلى الله. نعم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشفعاء عند الملوك، الشفعاء عند الملوك، يضطر الملك أنه يقبل شفاعتهم لأنهم أعوانه، ولو ما قبلها نفروا منه. الله غني عن المعين وعن الظهير، وعن لا يحتاج إلى أحد. هم قاسوا الخالق على المخلوق. نعم. أيضا المخلوق لا يعلم أحوال الرعية حتى يأتيه من يخبره من الشفعاء الذين يبلغونه، أما الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى من يبلغه عن حاجة المحتاجين. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم، لأن الشفعاء عند الملوك يخبرونهم بما لا يعلمون من أحوال الرعي، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، ليس بحاجة إلى من يخبره. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة، وكما حصل للمشركين في الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان في المشركين الأولين أيضا، كانوا يتخذون الشفعاء عند الله، وهم يعلمون أنهم ما يخلقون ولا يرزقون، وإنما يريدون منهم الشفاعة فقط، الوساطة عند الله، يقيسون الخالق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك. نعم. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه الصلاة والسلام عن التسعة رهط الذي تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. نعم. على قتل نبيهم وأهله، يعني تسعة رهط من قوم صالح تآمروا عليه ليقتلوه، الله جل وعلا نجاه منهم وأنزل عليهم الصاعقة التي أهلكتهم جميعا. نعم. وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. نعم، إيمان المشركين أنهم يقرون بالربوبية وإنما يخالفون في توحيد الألوهية. نعم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية وليس توحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية موجود بالفطر. نعم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. نعم، توحيد الربوبية يدخل فيه توحيد
توحيد الألوهية يدخل فيه توحيد الربوبية تضمن. نعم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله خلق عباده حنفاء، لكن دعاة الضلال غيروا فطرهم إلى الشرك وإلى الكفر. نعم. إلى قوله: إذا هم يقنطون. نعم يكفي، والله تعالى أعلم. شو قفت عليه؟ وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم نقف على نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يلقن الكافر والعاصي الشهادتين عند الموت؟ لا، يدعى إلى الإسلام. يلقن المسلم لأنه في حالة يذهل فيها من الموت ومن الألم، يحتاج إلى من يلقنه ويذكره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ لا، ليسوا من أهل السنة، من أشاعرة، يسمون الأشاعرة، ما يسمون أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، علماء الكلام ومن علماء الجدل، هم من أهل السنة، ينكرون الصفات إلا سبع منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مذهب الحلولية أضل أم مذهب الاتحادية؟ يقول: أيهما أضل، مذهب الحلولية أم الاتحادية؟ لا، الاتحادية أشد. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: ما الفرق بينهما؟ الحلولية يقول إن الله حال في كل شيء، أما الاتحادية يقول كل شيء هو الله، كل شيء هو الله، حتى الكلاب والخنازير عندهم هي الله. نعم. الوجود هو الله، بس إذا أثبت موجودين فأنت مشرك عندهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سليم البلاوي هذه، لكن أنتم جدعتونا فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله: الكلام على الصفات، أليس الأولى أن لا يقال لفظ الكلام لأنه مصطلح لأهل الكلام؟ لا، ما هو يقصد مصطلح على الكلام، الكلام الخطاب، يعني الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود باستلزام تعدد الواجب؟ الواجب يعني الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود، الله يسمونه واجب الوجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول أن الله يأمر في كتابه بالإيمان لا بالتوحيد؟ يقول: ما الرد على من يقول أن الله يأمر في كتابه بالإيمان لا بالتوحيد؟ هذا إما أنه مغالط، وإلا أنه جاهل مركب ولا يعرف القرآن. القرآن فيه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كم جاءت في آية، كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل يجوز أن يقال هذا مع أديان من غير أهل الكتاب؟ أهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب فهم أولى بأن يعملوا بكتابهم، أما اللي ما هم من أهل الكتاب هذا لا يدعون إلى الإيمان بالله أولا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أهل الكتاب يؤمنون بالله الإيمان المطلق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام والقسم الرابع هو توحيد الحاكمية؟ لا، هذا عند الأخوان المسلمين، هم الإجابة والحاكمية، ما هي من أقسام التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين قول أنا الله وأنا ربكم؟ لا فرق بينهما، الله هو الرب سبحانه، والرب هو الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نقول أن مشرك الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية وهم ينكرون البعث بعد الموت؟ إيه، لكن يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. البعث بعد الموت هذا جزئية من الجزئيات التي كفروا بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الآيات التي عناها موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر؟ آيات هي المذكورة قبل هذه الآية: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 آيات، العصا والحية والتسع مذكورة. نعم، راجع تفسير الآية وتشوفها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال المؤلف: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، فما معنى الماهية؟ تركونا من هذا، ماهية ما ماهية. نعم، أنتم عارفين الماهية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف يقول: قرأنا في الكتاب عن الصانع، هل الصانع اسم من أسماء الله؟ تعبير، هذا تعبير الخالق، يعني الخالق، الصانع هو الخالق، والله جل وعلا يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو الذي صنع وخلق وأوجد هذه الكائنات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قول الشارح والأقانيم يفسرونها تارة؟ والأقانيم يفسرونها عند النصارى. وش تقوم بالأقانيم؟ هذه عند النصارى، ما لكم فيها حاجة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي ضوابط هجر أهل البدع؟ البدع تختلف، بدع كبيرة شرك، قد تصل إلى الشرك، إلى الكفر، قد تكون دون ذلك، وكل نوع له حكمه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف أفضى التعطيل بأهله إلى القول بالحلول والاتحاد؟ نعم. يقول: كيف أفضى التعطيل بأهله إلى القول بالحلول والاتحاد؟ نعم، لأن الشر يجر بعضه بعضا، والضلال يجر بعضه بعضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سالم يقول: هل ود ويغوث ويعوق ونسرى ماتوا في، يقول هل ماتوا في يوم واحد ثم عبدوهم؟ ماتوا في وقت متقارب، ماتوا في وقت متقارب يعني، فحزن عليهم قومهم أنهم كانوا رجالا صالحين وعلماء ويستفيدون منهم، فحزنوا عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأصنام التي جلبها عمرو بن لحي هي من أصنام قوم نوح؟ عمرو بن لحي الخزاعي هذا ملك الحجاز، وذهب إلى الشام، وكان على الحنيفية في الأول، كان على الحنيفية ودين إبراهيم، لكن لما ذهب إلى الشام ووجدهم يعبدون الأصنام جاز له هذا الشيء واستساغه، فدخل قلبه أن هذا حق، فطلب منهم أن يعطوه أصناما يذهب بها إلى الحجاز. قالوا له: يا الأصنام عندكم مدفونة، دفنها الطوفان ودلوه على أمكنتها، حفرها ووزعها على القبائل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال المؤلف قال تعالى حكاية عن قوم نوح، السؤال: هل يصح أن نقول في القرآن حكاية عن كذا وكذا؟ نعم، حكاية عنهم، اللي أصل المقالة
لمن قالها مبتدئا، الله حكاها عنهم حكاية، يعني نقلها عنهم نقلا، وإلا المتكلم بها هو المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقال أنه في عصرنا لا يجب الدعوة إلى توحيد الربوبية والتركيز على توحيد الألوهية فقط والأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية موجود، ما أحد ينكره، ما أحد ينكره، إنما الإنكار حصل في توحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما لم يكفر أهل البادية لجهلهم وهم مرتكبون لأمور شركية؟ لأنه ليس عندهم أحد يبلغهم ويبين لهم، وما يكفر إلا من بين له وأصر على ما هو عليه، ما يكفر إلا بعد البيان رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بعزة الله أو بصفات الله؟ أي نعم، حلف بصفات الله وبعزة الله، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل القبوريون إذا ماتوا على ذلك مخلدون في النار أبدا؟ إن كان يعبد غير الله يخلد في النار، يعبد القبور أو غيرها، اللي يعبد الملائكة، اللي يعبد جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللي يعبد الملائكة إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا قال إبراهيم عليه السلام للشمس والقمر هذا ربي؟ يناظرهم، هذه مناظرة، يعني بزعمكم، هذا ربي بزعمكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال أن الأفضل للصغير إذا بلغ أن يغتسل وينطق الشهادتين؟ لا، يؤمر بالصلاة، يؤمر بالوضوء، يعلم الوضوء ويؤمر بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المراد بالعرض والجوهر؟ هذه اصطلاحات كلامية ما تصلح له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الاستدلال بالفلكيين في تحديد مواقيت الصلاة كتقويم أم القرى؟ إيش؟ يقول: ما حكم الاستدلال بالفلكيين في تحديد مواقيت الصلاة كتقويم؟ الحساب، هذا حساب منازل الشمس والقمر، والله جل جعل الحساب الفلكي لأجل مصلحة العباد، لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الشمس والقمر بحسبان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز هجر عوام أهل البدع؟ قبل أن يهجروا يبين لهم، فإن أصروا يهجرون، أما إذا هداهم الله الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يحسب نصاب الزكاة وسعر الذهب يختلف من يوم إلى آخر؟ نعم. يقول: كيف يحسب نصاب الزكاة وسعر الذهب يختلف من يوم إلى آخر؟ يحسب بالمثاقيل يا أخي، ما هو بيحسب بالجنيهات، يحسب بالمثاقيل، المثاقيل لا تختلف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي أدخل فيه قبر ظلما وعدوانا إذا لم يمكن إخراج القبر؟ لا يصلى فيه، لا يصلى فيه ما دام القبر فيه أبدا، ولا تقبل الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قول الإنسان عن نفسه أنا طالب علم، هل في هذا تزكية للنفس؟ لا، هذا فيه تواضع، وأنا طالب علم، لو قال أنا عالم هذا اللي، لكن لو قال أنا طالب علم هذا من التواضع له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا يكثر فيما بين طلبة العلم التبديع لبعض المشايخ. يقول: في بلدنا يكثر بين طلبة العلم التبديع لبعض المشايخ الذين اشتهروا بالدعوة والعلم،
يقول فما النصيحة حيال ذلك؟ نصحوهم لا يبدعون اللي ما عندهم بدع لا يبدعونهم، هذا اتهام باطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الطريقة السليمة في التعامل مع المسائل التي يختلف فيها العلماء، هل نختار الأيسر؟ إيش؟ يقول ما الطريقة السليمة في التعامل مع المسائل التي يختلف فيها العلماء، هل نختار الأيسر؟ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. هذا العالم هو اللي يختار الأيسر، أما أنت يعني ما هو الجاهل، الجاهل يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في البلاد التي أسكن فيها تمنع المرأة من تغطية وجهها ورجال الأمن يمنعونه، يقول فما حكم كشفها للوجه للضرورة؟ لا تطيعهم، هي مسلمة وهذا من دينها فلا تطيعهم في ذلك، إلا منها ما حصل منها خلال بالأمن ولا حصل، ما أظنهم يبي يتابعونها، إنما إذا حصل منها اشتباه أو خلال بالأمن لهم الحق في أنهم يوقفونها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول عندي أولاد لا يهتمون بالصلاة ويتقاعسون عنها ويتخلفون، يقول فإذا طردتهم من البيت ازداد تخلفهم وكسلهم عن الصلاة. إن كانوا يقدرون على الاستقلال بأنفسهم ولا يحتاجون لك فطردهم عن البيت إذا أبوا يصلوا، أما إذا كانوا يحتاجون إلى بيتك ويحتاجون إلى حمايتك لهم فأبقهم في البيت، لكن واصل أمرهم بالصلاة والتغليظ عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي صلاة الفرض على كرسي هل أصلي معه؟ لا، هذا ما يسجد على الأرض ولا يؤدي القيام وليس هو إمام الراتب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم شرب المرق المطبوخ بلحم غير شرعي؟ يقول ما حكم شرب المرق المطبوخ بلحم مذبوح بطريقة غير شرعية؟ هذا ميتة ولا يجوز شرب مرق الميتة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز إطلاق لفظ سيدنا على الصحابة رضي الله عنهم؟ الأمر سهل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم بيع البضائع المقلدة غير الأصلية؟ تباع بسعرها اللائق بها، ما تباع بسعر الأصلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم تصوير بعض البدن كاليدين؟ الحاجة لا بأس، إنما الممنوع تصوير الوجه، الصورة هي الوجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول زوجتي حامل في الشهر الخامس وسقط طفلها عندما كانت في دورات المياه وأغمي عليها، فقامت الخادمة برمي الطفل في القمامة أجلكم الله، ولم أعلم بذلك حيث كنت مسافرا، فهل يلحقنا شيء من ذلك وهل تجب العقيقة؟ إن كان تقدرون على تحصيل الطفل وتغسيله ودفنه يجب هذا، إن كان الطفل راح ولا تدرون وين راح أنتم معذورون. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قبل 6 أشهر قمت بشراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك والآن عرفت الحكم فماذا أعمل؟ شريتها أنت ولا هم سامحين لك، اللي باعه عليك ما هم سامحين لك، إذا اسمحوا لك طيب، لكن لما اسمحوا أنت شريتها وعقدوا معك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في إحدى الدور النسائية لتحفيظ القرآن يجمعون الأطفال ثم يلقنونهم أذكار المساء بشكل جماعي، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأمر سهل، يربونهم على الأذكار. طيب.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة الخروج مع أهلها إلى السوق والتزين للأعراس؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للمرأة المطلقة الخروج مع أهلها إلى السوق والتزين للأعراس؟ للأعراس لا يجوز لها تتزين عند الخروج للسوق، ما يجوز لها تتزين حتى لو هي مع زوج، ما يجوز لها تتزين عند الخروج إلى السوق، لما في ذلك من الفتنة، تلبس ثياب ليس فيها زينة تستر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقف الولد الصغير في الصف في صلاة الجماعة وهو على غير وضوء؟ إيه، إذا صار يحفظ أبوه يمسكه ما يخالف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ويضعها في الصلاة وهي صغيرة بنت بنته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة إزالة شعر الوجه من غير الحاجبين؟ الحف، هذا يسمونها الحف، هذا إذا كان شعر يؤذيها ولا يشوه وجهها تشيله. نعم. أما إذا كان أنه ما يشوه وجهها ولا يؤذيها فالأحسن تتركه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من بريطانيا، يقول: ما أهمية تعلم اللغة العربية؟ لغة القرآن، المسلم يتعلم اللغة العربية لأجل أنها لغة القرآن ويحتاج إليها. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم.